حملة اعتقالات في سيناريو بات يتكرر بين الحين والآخر في مناطق سيطرة مسلحي قسد شرق الفرات. في ريف دير الزور الشرقي، حصار أغلق قرى المنطقة وترك أهلها في مواجهة مع مسلحي قسد، والاتهامات كما جرت العادة التعامل مع داعش أو مع الدولة السورية في دمشق، ولأجل ذلك تراهن قوات سوريا الديمقراطية على غطاء من يعمل معها من أبناء العشائر لمواجهة من يعارض سياساتها من العشائر العربية. العمل على ضبط الأمن والاستقرار مع القوات العسكرية والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية. شكل هذا الاجتماع غطاء لقوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اعتقالات طالت أكثر من 300 شخص من أبناء العشائر في ريفي الحسكة ودير الزور، واقع رد عليه مقاتلو العشائر بعمليات استهدفت مسلحي قسد في المناطق المستهدفة، أودت بحياة قيادات من قسد، ونشرت صور لاعتقالات طالت مسلحين عربا عاملين معها. لم تفلح قسد في تقويض الحراك الشعبي الموجود في مناطق ريف دير الزور الشرقي، تحديدا في منطقة شرق الفرات، رغم استقطابها لعدد من شيوخ العشائر من الدرجة الثانية والثالثة، يعني زادت الهجمات بالعكس في تلك المنطقة. هذا الأمر سبب قرارا من قبل المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني بالانسحاب من هناك. هذا يعكس أن المنظمات الدولية باتت تشعر بالخطر وأن قسد غير قادرة على حمايتها في تلك المنطقة. مشاهد عنف وانتهاكات أكدت منظمات الأمم المتحدة أنها تشكل تهديدا لعملها شرقي الفرات. أعلنت المنظمة الدولية تعليق عملها في المنطقة، فيما ذهب تقرير العدل الدولي إلى الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية. عودة للعنف شرق الفرات، حيث باتت تشكل دوامة صراع بين قوات سوريا الديمقراطية الباحثة عن إحكام قبضتها الأمنية وأبناء العشائر العربية ومقاتليها الباحثين عن إنهاء ممارسات واتهامات قسد ضدهم ومحاولة تحجيم دور العشائر في مناطق تواجدها. رضا الباشا، حلب، الميادين.